تعالوا نشوف كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي فرع الجزيره من خلال التقرير ده هيعرفنا على ايه. هنتفرج على التقرير ونطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل الكلام. اتفضل. صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جميع اعضاء النادي الاهلي العظام، صباح الخير لجميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان. صباح الانتصارات، سنه سعيده عليكم يا رب دايما ويحفظكم من كل شر ومن كل سوء. النهارده جايين نتكلم، بما ان احنا بنتكلم في حمام السباحه نادي الاهلي فرع الجزيره، جايين نتكلم النهارده عن فتنس. واخترنا لكم لعبه بما ان احنا في المكان دوت، لعبه الوتر بولو او لعبه السباحه. جايين النهارده نتكلم عن فتنس اللعبه دي، ممكن العبه ازاي سواء في الجيم او اوت دور، ممكن العبه ازاي باقل الامكانيات ان انا انمي مهارات اللياقه البدنيه والفتنس بتاعه اللاعب بتاعه النادي عندنا. فجبنا لكم النهارده شويه تمارين خفيفه عليكم، ممكن اي لاعب سباحه او ووتر بول شايف انتم ممكن يجيب الادوات دي يعملها في البيت، او ممكن يعملها في الجيم، او ممكن يعملها في الملعب الخاص بالنادي. تعالوا نشوف اول تمرين مع بعض النهارده ممكن يبقى عامل ازاي. طبعا هو معظمه شغل اساتك. طبعا اول تمرين استخدمه بتاع ضربات رجلين، لان انتم عارفين لعبه سباحه يعني او ووتر بول يعني ضربات رجلين قويه، فلازم انمي عضلات الفخذ وعضلات السمانه عن طريق تمارين معينه في الملعب بالاستيك. هنشوفها دلوقتي عشان خاطر اللاعب يؤدي بمهاره كويسه في الملعب، سوري في حمام السباحه، سواء بيلعب ماتش ووتر بولو او بيعوم العومه بتاعته. تعال نشوف اول تمرين مع بعض. طبعا احنا الاستيك بتاعنا دوت هنحطه بين رجلي، اوكي. هحاول ان انا ما لمش على الارض، لا هسند بايدي على الارض كده واعمل ضربات رجلين زي ما انا شغال كده. طبعا دي انا بستخدم الاستيك اكنه مقاومه الميه اللي بتزق الرجلين بتاعتي، يعني انا بدي محاكاه للاعب اكنه في الميه بالظبط بيعمل التمارين بتاعته، على اساس ان هو اول ما ينزل الميه يشتغل يحس ان الشده بتاعت الميه خفيفه جدا، فيقدر يؤدي اصعب مهامه في الميه في اطول وقت وما يتعبش. التمرين ده طبعا بنعمله ثلاث مجاميع، كل مجموعه لمده دقيقه شغال بنفس الوضع. ده اول تمرين. تاني تمرين معانا هستخدم برضه في الاستيك، واحنا واقفين طبعا احنا زي ما اتكلمنا عن ضربات الرجلين لازم نتكلم عن الكتف بالنسبه للووتر بولو او السباحين، سواء بيلعب كرول او بيعوم باك لازم برضه ينمي عضلات الكتف بتاعته. فممكن نشتغل وان هاند زي ما انا واقف كده، اوكي، اشتغل ضربات رجلين، سوري كتف لورا كده، ده بالنسبه لعومه الباك. بنعمل مثلا الاداء ده ثلاث مجاميع كل مجموعه لمده دقيقه شغال كده اللاعب. وانقل الناحيه الثانيه، دي بتقوي لي عضله الكتف وفي نفس الوقت بتقوي الاربطه والاوتار اللي موجوده في المفصل. ثلاث مجاميع برضو كل مجموعه لمده دقيقه زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا ممكن اعكس اهو اكنه بعمل كاتش بالظبط في الميه، ده بيشتغل على عضله الكتف وفي نفس الوقت بيقوي ضربتي في الميه بتبقى احسن واسرع. نفس القصه برضو اليمين اهو باخد المحاكاه، وممكن برضو لو انا عايز احط في المود نفسه اهو ممكن استخدم الاثنين مع بعض، يبقى انا كده باخد العومه كلها مع بعض. تمام. التمرين ده مهم جدا للناس اللي بالذات بتعوم غير الوتر بول. الوتر بول طبعا لازم يشتغل على ضربات الرجلين ولازم يشتغل على عضله الكتف والظهر عشان الشوطه بتاعته في الجون تبقى قويه. طيب ثالث تمرين هنستخدم الاستيك، هقف تحتيه كده بمستوى كتفي، هلبسه كده تمام، وانزل سكوات، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. هعمل التمرين دوت أربع مجموعات في 20 زي ما احنا شفنا، ده بيقوي عضلة السمانة الفخذين سواء هامسترينج اللي هي الخلفية أو كوادريسيبس سواء الأمامية. طب ممكن إيه التمرين تاني أعملها بالأستيك بتفيد لاعبين السباحة؟ طبعا منطقة الكور مهمة جدا سواء عضلة البطن أو عضلة القطنية. عضلة البطن زي ما احنا عارفين طبعا طبعا ده بيساعدني
واحد، انتوا شايفين الاستك بيشدني ازاي؟ ده تمارين مساعده للناس اللي ما بتعرفش تلعب بطن، الاستك بيسدني لقدام. ممكن اعمل بقى اي عدد انا عايز اعمله للاعب، زي مثلا عايز اقوي عضلات الظهر بتاعته وعضلات البطن، فهنلعب اربع مجاميع كل مجموعه 40 عده. اللاعب ساعتها هيحس ان التمرين بقى سهل جدا، ليه؟ لان انا حطيت له اداه يساعده ان هو يعمل تكرارات اكتر. طيب تكرارات اكتر يا جماعه يعني قوه تحمل اكتر، وقوه التحمل اكتر هتخلي لاعب السباحه في الميه ينفذ اقصى اداء بدني في اطول فتره ممكنه، وهو ده المدرب بتاع السباحه او ووتر بولو، هو ده اللي هو عايزه في الماتش بتاع الووتر بولو او في العومه بتاعه اللاعب لما بيجي يأديها. طيب التمرين الاخير اللي هناخده تمام، انا هلبس الاستك كده، ممكن نعمله بالعرض عشان تشوفوني كويس. ده بيشغل ايه؟ شغل القطنيه. طب فين المقاومه يا كوتش؟ المقاومه بتاعت الاستك اهو، انا بقاوم الاستك وهو اللي بينزلني تاني اهو. يبقى انا كده خليت اللاعب ممكن هو في البيت يشتغل على عضلاته اللي هو هيستخدمها في الماتش او في العومه بتاعته، وده اللي احنا بنستخدمه على فكره في الجيم. يعني لاعبين سواء لاعبين سباحه او جمباز او اي لعبه في النادي، عشان في غلط كبير قوي اولياء الامور بتفتكروا ان جماعه لا الجيم ده اثقال وحديد وما ينفعش. لا يا جماعه، احنا ممكن نودي الطفل بتاعنا من 4 سنين 5 سنين لحد بقى اخر عمر ليه ممكن ينزل الجيم عادي جدا، بس كل فئه عمريه وليها التمارين بتاعتها. الفئه العمريه دي انا بشتغل او اي مدرب في النادي الاهلي بيشتغل اساتيك بودي ويت، يعني وزن جسمه، لكن ما بندخلش الاثقال اللي احنا بنسمع عنها، ده ممنوع تماما. ممكن يشتغل على بعض اجهزه اوزان خفيفه عشان يظبط القوام بتاعه. ده اللي احنا كنا الرساله اللي حابين نوصلها لكم اولياء امور، ما تخافش من الجيم مع طفلك خالص، بالعكس ده هو لازم يبدا من المرحله دي عشان خاطر لما يجي يطلع 17 18 سنه تلاقي جسمه كقوام مظبوط، تلاقي نفسه كويس، تلاقي كل الاثار اللي احنا بنقابلها دلوقتي، السمنه الكرش مش عارف ايه الكلام ده هتلاقيه مش موجود عنده. فلازم تبدا من النهارده، وانا حبيت اقول لكم ايه اللي احنا بنستخدمه في الجيم عشان خاطر تبقى تطمنوا وتودوا ولادكم الجيم بدون خوف وقلق. كنت مع كابتن محمود فوكس النادي الاهلي، فتره جايه ان شاء الله، مع الف سلامه.